مرة ثانية هي رأت، نعم هذه رأت كأنها في أرض غريبة، رأت كأنها في أرض غريبة وشعرها طويل جدا، وزوجها يضربها ويقولون هذه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، لا الملائكة تقول هذه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام لا تضربها. والله يعني الظرف في المنام كلام قيل وقال، فالحذر من الخلافات الزوجية. أما بالنسبة للملائكة تقول أن هذه كذا وكذا، لعلها إن شاء الله تكون امرأة صالحة وتقرأ كثيرا من القرآن الكريم، ولعل الله سبحانه وتعالى يكرمها بحفظ القرآن الكريم، لأنما كلما قرأ الإنسان القرآن الكريم أو طلب العلم كلما ازدحمت عليه الملائكة، كلما ازدحمت عليه الملائكة، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الملائكة إذا مر عليها الإنسان في طريق قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب.